السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام ما نبدأ به هو الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض الحلوى اللذيذة داي بمكونات بسيطة خالص موجودة في كل بيت، بس يكون عندك بيضة وكوباية كده وربع من الدقيق أو كوباية وثلث كده من الدقيق، هتعملي بيها الحلوى الجميلة داي وهتفرحي بيها أولادك وهتكون معاكي حلوة وجميلة جداً. وزي ما شايفين الحلوة جمالها وقرمشتها كده من برا وطرية من جوا. ويلا بينا كده ندخل على الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا الحلوة الجميلة دي ازاي. بس يا ريت اذا كنتي اول مرة تشوفي قناتي ما تنسينيش في الاشتراك واللايك في القناة، واذا كنتي مشتركة ما تنسينيش في الشير واللايك في القناة، وما تنسوش تصلوا على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وادي المكونات بتاعتني بتاعت الحلوى اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده. هي مكونات بسيطه خالص وموجوده في كل بيت وهتكون معاك الحلوى جميله جدا. المكونات بتاعتي عندي كوبايه ونص من الدقيق زي ما حضراتكم شايفين، كوبايه من الميه، معلقه صغيره من الزبده، بيضه واحده، كيس من الفانيلي، رشه ملح، معلقه من السكر. بس دي هي المكونات بتاعتنا اللي احنا هنعمل بها الحلوى بتاعتنا النهارده. يلا بينا كده على البوتاجاز نشوف هنعمل نسوي الحلوة بتاعتنا ازاي وهنعملها ازاي. اول حاجة يا ست الكل جيب الحلة على النار وانزل بها كده بكوباية المية اول حاجة ومعلقة السكر ورشة الملح ومعلقة الزبدة بس كده، وهستنى المية بتاعتي انها تغلي. بعد ما تغلي نرجع تاني كده. المية غلت معايا زي ما حضراتكم شايفين بالزبدة والسكر والملح، هنزل عليها كده بالدقيق بسم الله واقلب. اهدي النار دلوقتي وافضل اقلب كده في العجينة بتاعتي. هشيل المضرب كده واجيب معلقة وافضل اعجن فيها كده بالمعلقة على نار هادية لحد ما تكون معايا كورة كده. فضلت اعجن فيها على النار زي ما حضراتكم شايفين لحد ما كونتها كورة هاي واتلمت اهي معايا خالص. هطفي عنها النار دلوقتي واسيبها كده تبرد، وبعد ما تبرد نشوف هنكمل الحلوة بتاعتنا ازاي. العجينة بردت اهي زي ما حضراتكم شايفين، العجينة بتكون شديدة معاكي شوية بالشكل دي، بتكون ناشفة معاكي ما تكونش طرية، يعني هي في عجينتها زي عجينة بلح الشام بس هي بتكون ناشفة معاكي وما بتحبش بيض، بتحبش البيض الكتير. بعد كده هضيف عليها البيضة اهو زي ما حضراتكم شايفين، بيضة واحدة بس وكيس من الفانيلي اهو. افضل اعجن في العجينة بس هي ناشفة كده شوية على المضرب، هعجنها كده بايدي. بسم الله هعجنها كده بايدي عشان العجينة بس ناشفة على المضرب. هعجن فيها كده بالشكل ديتاي لحد ما تبقى معايا عجينة واحدة، هي هتطرى معايا طبعا وهتتفكك معايا زي ما حضراتكم شايفين لحد ما تلم معايا كده وتبقى عجينة واحدة. ابتدت تتلم معايا ها.
بس كده العجينة لمت معايا هاي. في اللحظة داي كده اجيب كيس الحلوانة زي ما حضراتكم شايفين واحطها كده في الكيس. بسم الله ادببها كده بايدي اهو. وهنا كده سخنت الزيت زي ما حضراتكم شايفين الحلوة داي تحب الزيت سخن. وهنقطع كده بالشكل دي بالقمع بكيس الحلوانة. زي ما حضراتكم شايفين انا دلوقتي في المرحله دي هديت النار بتاعتي عشان تستوي الحلوه كده كويس. هي يعني شبيهه ببلح الشام بس انها بتكون جامده شويه عن بلح الشام. تاخينا العجينه وما فيهاش بيض كتير، بيضه واحده وبتنزلي بيها وهو الزيت كمان سخن مش بارد. كده الحلوه بتاعتي استوت زي ما حضراتكم شايفين وخدت اللون الذهبي الحلو ديتي. ابتدي الوقت اصفيها واطلعها على مناديل مناديل المطبخ اهو. وهقطع باقي الكميه في الزيت تاني اعملها كده وارجع لكم تاني. وادي الحلوه هاي زي ما حضراتكم شايفين بعد ما استوت هاي رشيت لها كده وهي سخنه طلعتها رشيت لها سكر سكر خشن. هنيجي دلوقتي نفتحي. بسم الله هجيب السكينه كده. هي المفروض يعني هي لها قمع ان هي تفتحيها، هي حلوه اسبانيه لها قمع كده تفتحيها يعني تقطعيها تطلع لك مفتوحه في النص. بس احنا هنفتحها مع بعض. فتحت لها فتحه كده صغيره بالسكينه وده قلم قلم شايله البتاع بتاعته من فوق الانبوبه والراس بتاعت القلم من فوق وغسلها كويس شايفين حضراتكم. والقلم طبعا مفتوح في النص اهو. حاول كده افتح الحلوه بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين كده فتحت لها فتحي من جوا. وابتدي طبعا احشيها بالصوصات. انا عندي صوص فراوله وصوص كراميل ونوتيلا بيضه ونوتيلا بالشوكولاته. ابتدي كده احشي القمع ده هو اللي بتاع الحاشيه زي ما حضراتكم شايفين اهو. دي نوتيلا بالشوكولاته اهو زي ما حضراتكم شايفين. احشي كم واحدة كده بالنوتيلي السودا وارجع لكم تاني. كده عملنا دولة بالنوتيلا البني. هنعمل دلوقتي نوتيلا بيضة. هنفتح بالشكل ديتي بالقلم بردك اهو. شايفين اهو. هنعمل واحد تاني اهو.
وهكمل كده اعمل اتنين برك بالنوتيلا البيضة. وهنا هنحشي بصوص الفراولة. الصوصات دي ان شاء الله باذن الله هنزلكم الطريقة بتاعتها كده في صندوق الوصف، عاملاه معاكم كده في القناة قبل دلوقتي. دلوقتي هنحشي الثلاثة دول بصوص الكراميل برا، كاسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. كده احنا حشينا الحلوة بتاعتني، هنبتدي دلوقتي هنقدمها. هنجيب علبة بالشكل دي تاي، طبعا بالتقديم اهو، هنحط واحدة بصوص الفراولة، واحدة بالكراميل، واحدة بالنوتيلا، واحدة بالنوتيلا البيضة، واحدة بالنوتيلا البنة. دي طريقة في التقديم اهو. والطريقة الثانية نجيبهم كده في طبق، هجيب دلوقتي شوكولاتة خام سايحة كده او بالشكل ده، ممكن انك انت تقدميه بالطريقة داي اهو. وهنا شوكولاتة بيضة مبشورة، رشيها كده. فرماسيل الألوان تكسر اللون كده وتديله بهجة حلوة. وكده الحلوة بتاعتنا جاهزة يا ست الكل، زي ما حضراتكم شايفينها وشايفين جمالها بجد يعني. جربوها ان شاء الله بإذن الله هتعجبكم، كونتها بسيطة جدا والأولاد هيفرحوا بيها جدا جدا. وطريقة الصوصات ان شاء الله بإذن الله هنزلكم صوص الطوفي او صوص الكراميل في صندوق الوصف، وصوص الفراولة بردك في صندوق الوصف ان شاء الله بإذن الله. هتلقوا الرابط بتاعهم كده ان شاء الله بإذن الله، ودي النوتيلا البيضة والنوتيلا البني. وان شاء الله بإذن الله جربوه هيعجبكم وعلى ضمانتي. ويلا اذا كنت اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسينيش بالاشتراك واللايك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.